بتتمادى كل يوم في خناقه معايا وانا مش عارف اعمل حاجه. في ناس الحته دي مهمه قوي، الناس اللي بتتمادى في الخناقات، انت نسيت حاجه، بس انت نسيت تدي على دماغ ابوها الاول. كان في ناس بتاخدك محتوى، يعني في ناس ما انت بتتخانق. انا من الشخصيات اللي ما بتخانقش، ودي مش شخصيات مش حلوه، ده هطل، دي مش حاجه حلوه، دي هطل، ان انت لا لازم تاخد موقف ولازم. وانا لما جربت اخد موقف مع ناس عادي حق رجع لي، ورجع لي قوي كان، فدي دي حاجه صح. بس اصل انا مش غاندي يعني، عادي والله العظيم. ربنا يخليكم ليا. ازيك يا امير؟ ازيك يا جو يا ابني؟ يا رب مش هتعمل مخي دي ما تتحسبش. صارش كتير في مخي. انا من عيوبي ان انا شتام، انا شتام كويس، شتام جدا للاسف. فانا اتمنى ان انا لا، بس انا برتاح لما بشتم بقى. ده غلط، ده غلط، ما حدش طبعا يعمل كده، لان دي حاجه سيئه جدا بالذات يعني. لا بس ما اعرف، ممكن اسكت، اسكت، اخرس بقى، اخرس بقى. معلش انا احب اكون يعني ماشي. ازيك يا كاميرا؟ عايش على ذكراها الراجل. عايز اقول ان الراجل لما بيحب بيتبهدل، والله الراجل لما بيحب بيتبهدل. انا عايز اكد على المعلومه دي، الراجل لما بيحب يا اخوانا بيتبهدل. استنى اجيب ميه اشرب عشان عامل لنفسي ميه عشان ما ينفعش نشرب في دي. عشان ايه؟ يلا في ايه؟ يلا فاكر مره فاتت؟ خير الفو. ماشي. ازيك يا سما؟ موحد. ازيك يا ميرو؟ الحياه واسعه قوي يا جدعان، بس انتوا اللي بتشوفوها من مكان واحد. لا انت ممكن تيجي كده وكده. انا برضو كان في حقبه يعني فتره من الوقت كان في كذا شخص مضايقني في حياتي قوي، كنت مركز قوي مع الناس دي وبتاع، مش عارف، كان مضايقني جدا وبتاع. اكتشفت ان لا، الدنيا واسعه ورا، في ناس كتير. فخلينا نبص على الناس التانية. ازيك يا موحى؟ كفايه. ازيك يا ديدا؟ ازيك يا ديدا؟ زكري راما، راما ريم، راما. ازيك يا ليان؟ ما تيجي ورا. ايه يا جدعان ده يا جدعان؟ لا بس واضح ان الشياطين مش كلها محبوسه. بس يا بنت بس، عيب 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 يا زقيبه، عيب تورينيش حاجه بعدني نفسي. عيب عيب. الناس مش قادره تفهم ان الراجل ضعيف والراجل بيقع، والراجل طبعا الراجل بيقع طبعا طبعا، والراجل بيروح بيروح، بس فاهمه ان هو ايه ده، ايه الحق. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا ريني؟ كفايه يا ريني. عايزك تيجي تفطر عن ما ينفعش، ما ينفعش. انا والله العظيم يعني، بص احنا النهارده كام رمضان؟ انا متفق على 35 رمضان افطرهم بره والله. اي حد يقول لي اقول له ماشي يلا بينا، عايزين ناكل اي حاجه اكل. وعايز اوصل رساله للراجل اللي نصب عليا امبارح. انا يا جدعان اتسحرت ب80 بلبل، ب80 بلبل حصل والله. عارف ايه بقى؟ عمل لي بيضه، بيضه عليها نقطتين بسطرمه، انا دفعت 80 بلبل يا جدعان، 80 بلبل في طبق فول وبيضه عادي يعني. انا اي حد عنده بيضتين وثلاثه واربعه، اي حد عنده بيض بيجيبه بيفقشه بيطلع بيضه يحط عليها عدد ديك 80 بلبل. ده كتير قوي يا جدعان، 80 بلبل طبق فول ليه يا ابني؟ طبعا نجم، ولا نجم، يلا يدفع يدفع على طول. انا اكتر واحد بيضحك عليا، اقسم بالله اقسم بالله. انا هنا في المنطقه عندنا والله العظيم ممجهني، ممرجحني على نجم لازم يدفع. ايه بعد ما كده اداني عجينه ب 80 جنيه والله العظيم. ربنا يسامحك.
بكره لما اكبر اكتر من كده ايه طيب؟ يعني هعقل امتى؟ والله العظيم معايا. الحمد لله. وانا مؤمن ان الناس بتخرب مكانتها بايديها في حياتك. انت ما بتعملش حاجه. يعني انا من الناس اللي ما بتعملش حاجه. انا بسيبك ان انت اللي تطلع من حياتي بحواراتك بمصايبك بمشاكلك. يا عم انت كده هتمشي. انا طولت عليكم يا جدعان. ما تروحوا تتسحروا. ازيك يا عبده؟ ازيك يا لولو؟ كفايه والله كفايه قوي. عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. ممكن تقول اسمي جنه؟ ازيك يا جنه؟ قول حاضر. قلت لا خلي ما شاء الله يسترك. ممكن تقول ملك ملك ازيك يا ملوكه؟ لسه بدري يا جو. الله يسترك والله. العب درامز. بابي بره. بابي بره في تونس. ازيك تونس؟ اه واحد صاحبي يعرف قناه من كتير قوي. ما اعرفش بيعرفهم منين. ما اعرفش احنا مالنا احنا ايه اللي انت بقوله ده؟ مش كبرنا على الكلام ده. حبيبي يا جو الله يسترك يا بودة قلبي الله يسترك. ازيك يا رحومه؟ احمد ازيك يا احمد؟ قول شروق. ازيك يا شروق؟ ازيك يا منى؟ ازيك يا مينا؟ اهو عرفت تخس في رمضان. انا داخل مسابقة اقوى بقرة بدخن له بس وما باكلش. انا مصيبة حياتي انا بدخن وانا ما باكلش. انا بفطر 9 بالليل 10 بالليل ما اعرفش. بس طبعا نظام غذائي غلط. ازيك يا مارينا؟ ازيك يا مريومة؟ ماشي. في ناس يا جدعان بيبقوا باقيين علينا فبيعملوا ايه؟ بيبرروا لك مواقفهم. فاحترم ده عشان واضح ان هي مبهدله قوي. على فكره انا مش مع فكره ان البنات مغلوبه ومكسوره وبتاع. مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. في بنت قادره وفي بنت بتبهدل. في بنت مصايب. على فكره البنات مش زي ما انت يعني الصوره الورديه اللي هي كائنات الطف كائنات عاديه جدا. ممكن تاذي ممكن تعمل بلاوي. انا اخر تجاربي يعني كانت سيئه جدا جدا. لا لا الراجل عبيط على الله كده غبي كده. مش انا 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 رايح في داهيه لوحدي فكك مني. لكن لا لا في بنات تاذي تاذي. ف ايه رايك في الشتاء والصيف؟ اه حلو عشان الناس تنبسط عشان ده يفرح وده يفرح. بس انا بحب الشتاء. اهلي الناس اللي فاضله الناس اللي باقيه على فكره انا لازم اعيش على نظريه ان اهلي ظلموني واهلي قصروني واهلي ضربوني. انت معلق خلاص شماعه يا جوده جوده يا جوده. انت معلق. مش قلنا ما نقولش اسماء؟ تخلف ده بقى يا عم. بص يا جوده انت معلق شماعه ان الزمن والظروف وبتاع. خلي حياتك كده عامله زي مثلا العربيه ان انت حاطط فيها المرايه. انت بتشوف بص على المرايه لورا عشان تاخد بالك من اللي جاي. بس 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 يا لهو على الحكم يا لهو على الحكم يا لهو. صورني يلا. حكم 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 والله والله حكم. يعني هي الحياه مثلا كأنك قاعد في عربيه باصص في المرايه كده بتشوف اللي ورا بس. شفت اللي ورا؟ داس عليك انا اسف. ازيك يا بنت تميم؟ ازيك يا جودي؟ يا تيفا تيفا 18 اندرسكور. ماشي. بص يا تيفا نيابه عن اللي انت كاتبه عشان مش عارف اقراه عشان عيب. انا اسف لك على اللي اتعمل ده والناس جات عليك فيه. ده مؤذي فعلا. انت مش بتقفر. وعايز اقول لك ما تزعلش وربنا هيعوضك ان شاء الله في حياتك وفي ناس جديده. ودول مش بني ادمين قريبين منك وهتبقى حياه الطف ان شاء الله. انا اتوقع ان الناس اللي بتقسى كده يعني التجارب اللي انت بتحكيها دي صعبه. فاعتقد ان ربنا هيعوضنا خير وهيعوضك خير. بس الصبر يا تيفا
يعني يا تيفا عليكم بالصبر، كل ما تصبر كل ما الدنيا هتبقى ألطف وأحن. يا تيفا أنا حاسس إن الدنيا هتلون عليا أنا وأنت، فخلاص يعني أنا قلت كفاية صح؟ وده يا تيفا خلاص يا تيفا، تيفا يفهمونا غلط هنا يا تيفا. أنا بحبك يا تيفا وخلاص. يعني أنا عايز أتعاطف معاك بس أكتر من كده يا تيفا ما ينفعش، عشان في هنا ولا بره يعني بالمناسبة يعني، عشان بس ما تخش ولا لا تيفا، لا يا تيفا ربنا يعينك يعني.